شاء الله هتستفيدوا منه. زي ما انتوا شايفين كده عنوان الفيديو، هشرح لكم بقى ايه فوائد المية بالليمون، عاملة شرايح ليمون على الريق. فقبل ما نبتدي ما تنسوش لايك وسبسكرايب لو انتوا اول مرة تشوفوا قناتي، ويلا هنبتدي على طول. هكلمكم النهاردة باستفاضة عن اهمية المية بالليمون، وهقول لكم على 7 فوائد كلهم احلى من بعض، فمش هتخليكي تستغني ابدا ابدا عن المية بالليمون. فوائد شرب المية بالليمون على الريق. الليمون فيه كميات هائلة جدا جدا من العناصر الغذائية اللي بيحتاجها جسم الإنسان، غير ان هو فيه نسبة عالية جدا جدا من الأملاح المعدنية وكمان الفيتامينات. عشان كده ضروري جدا ان احنا نحط ليمون على المية في النظام الغذائي لينا كل يوم، عشان نستفيد من القيمة الغذائية العالية جدا جدا اللي في الليمون، غير ان هو فيه فوائد صحية فظيعة مش هتخليكي تستغني عنها خالص. فهنتكلم باستفاضة عن 7 فوائد للمية مع الليمون، فيلا هنبتدي معاهم حاجة حاجة. حاجة معايا النهاردة ان هو بيساعد على الهضم. بمعنى ايه؟ يعني لما هنشرب مية مع الليمون على معدة فاضية الصبح قبل ما هنفطر، ده بيساعد على منع تراكم السموم الجسم، غير ان هو بيعمل على تسريع وتسهيل كمان عملية الهضم والطعام وتحريك الجهاز الهضمي ومنع الاصابات كمان بالامساك. هنتكلم عليها ان هو بيحسن عمل الامعاء. بمعنى ايه؟ ان هو في ابحاث اتعملت على ان الليمون على الريق مع المية بيساعد بشكل كبير جدا جدا على حماية الامعاء من الاضرار والمشاكل الصحية، فبتخليها ان هي تقوم بوظيفتها بشكل حلو جدا. يجي نتكلم بعد كده على رقم 3، ان هي بتدعم الجهاز التنفسي. بمعنى ايه؟ ان الليمون ليه قدرة مدهشة جدا على علاج كتير من المشاكل المزعجة اللي بتصيب الجهاز التنفسي، من اولهم طبعا طبعا صعوبة التنفس، تقليل ومشاكل المخاط وكمان البلغم. غير ان شرب مية مع الليمون على الصبح بيساعد على ان هو بيقلل الغثيان والدوخة، وكمان بيخلي الجسم ان هو نشيط وبيديله طاقة حلوة جدا. فخليكم بمية والليمون على طول على الريق. هنيجي نتكلم بعد كده على رقم 4، ان هو بيساعد على منع الحصى اللي بتكون على الكلى. الليمون فيه حامض اللي هو الستريك، ده بيساعد على منع الحصوات اللي بتكون على الكلى وفي البول، فبتقلل الحامض، فده برضو حاجة مهمة جدا. نيجي نتكلم على 5 حاجة، ان هو حلو جدا 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 مية بالليمون، خصوصا كمان في الشتاء، يعني لما هنبتدي كمان نتعود فهيبقى حاجة أساسية، ان هو بيعالج نزلات البرد. الليمون فيه فيتامين سي او فيتامين جيم، ده بيقلل من الإصابة بالانفلونزا وكمان نزلات البرد. نيجي كمان نتكلم على رقم 6، ودي هتكون قبل الأخيرة، ان هو بيقلل خطر الإصابة بأمراض القلب. في دراسات بقى اتعملت على ده، ان المية مع الليمون على الريق بيعمل خفض الدم المرتفع، وكمان بيحمي الإنسان من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية لا قدر الله وأمراض القلب والأوعية الدموية. بقى نتكلم على رقم 7، ودي هتكون آخر حاجة، ودي حاجة خاصة كمان أكتر بالقناة، إن هو بيساعد على تحسين البشرة. بمعنى إيه؟ إن شرب المية بيساعد ان بشرتنا ان هي ما يبقاش فيها جفاف، ما يبقاش فيه بثور سودا، ولا ان هو يبقى يطلع لنا حبوب، وكمان بيعالج الشيخوخه المبكره، فكمان هو بينتاج هايل اصلا للكولاجين، وده حلو جدا عشان فيه فيتامين سي. فضروري جدا جدا انصحكم ان انتوا تشربوا ميه بالليمون على الريق. يعني اساسا كده كده بنشرب ميه، فايه المشكله لما نحط فيها ليمون؟ فهنستفيد منها 7 حاجات، 7 حاجات هتخلينا صحتنا احسن، بشرتنا احسن، الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، حاجات كتير قوي 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 مش هتخلي ان احنا نبقى بسهوله ان احنا يجيلنا برد
في ظل كل الحاجات اللي حوالينا ديت. لو عجبك فيديو النهارده ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد. هقولك دلوقتي